السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه البونسيانا. احنا اليوم 7 يناير 2019، سقطة هذه مليئة جدا. هذه البونسيانا المتوحدة صاحبة الورق الأخضر الشديد الريشي وصاحبة الزهور الحمراء التي إلى 11 أو 10، يعني هذه الآن في هذا الوقت تتساقط وهي كثيرة التفرع، وبداية شهر 3 تبدأ توريقها من جديد تعاود، تصل قمة التوريق تقريبا من نهاية 5 ما شاء الله. وهي الآن في هذا الوقت تتساقط. هكذا تكون البونسيانا الملكية أو البونسيانا رائعة الجمال بهذا الشكل في الشتاء. وحبيت أطلعكم من أجل أن تعرفوا، وسوف أنزل فيديو وهي بعز وضعها. مع تحيات مشتركة.